الأمنية في المحافظة وضواحيها؟ تفضل يا زميلي. نعم، مساء الخير، تحية طيبة لمشاهدي زاغروس تي في أينما كانوا. في مدينة الموصل سأبدأ من التنقلات التي تجري في المحافظة بين حين وآخر، حيث تم إعفاء مدير ماء نينوى مؤيد الياس من منصبه وتعيين حازم محمد مديرا بديلا لمديرية ماء نينوى. وبذلك يعني هناك دائما ما تشهد محافظة نينوى حملة لتغيير المدراء تشهدها جميع الدوائر في المحافظة. محافظ نينوى نجم الجبوري وجه شرطة نينوى ومرور نينوى بعدم حجز الدراجات النارية برمتها، خصوصا أنه يعني كما تعلمون هناك الكثير من الناس في مدينة الموصل يعتاشون على هذه الدراجات النارية، وجاء المنع فقط على الدراجات النارية التي تصدر صوتا عاليا وتسبب إزعاجا لأهالي المدينة. في الموقف الوبائي لمحافظة نينوى، حيث سجلت المحافظة خلال 24 ساعة 24 إصابة، قابلها 23 حالة شفاء، ولا تزال إلى حد هذه اللحظة يعني عدم التزام من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية، وأيضا شبه غياب لحظر التجوال. عثرت قوة أمنية جنوبي مدينة الموصل في صحراء الحظر بالتحديد على نفق كبير لتنظيم داعش الإرهابي يستخدمه لشن هجمات على القوات الأمنية بين حين وآخر. أخيرا شرعت مديرية بلدية الموصل بتسقيف سوق الميدان الذي يعتبر من أعرق أسواق مدينة الموصل، وهذا سوق متخصص في بيع الأسماك، خصوصا بعد عودة هذا السوق إلى الجانب الأيمن بالتحديد، خصوصا أنه كما ذكرت يعني هذه الأسواق في الجانب الأيمن تعتبر من أقدم وأعرق الأسواق في مدينة الموصل. أخيرا سوق النبي يونس، يعني كان هناك انتشار لصورة تظهر حجم الفوضى التي تعم هذا السوق الذي يعتبر من الأسواق القديمة في مدينة الموصل بسبب التخبط بين بلدية الموصل ومجاري نينوى في إعادة تهيئته وإعادة الحياة إليه، خصوصا بعد توقفها نتيجة أعمال الصيانة. يعني كان هذا مجمل ما موجود اليوم على الساحة الموصلية. هذه عودة إلى استوديو الأخبار. شكرا لك زميلنا محمد من نينوى. أما الآن مشاهدينا ننتقل إلى أقصى الجنوب العراقي لينضم إلينا مراسلنا ستار المنصوري ليطلعنا أكثر على آخر الأخبار. لك الكلمة يا ستار. نعم، مساء الخير عليكم وعلى جميع مشاهدي قناة زاغروس العربية. اليوم أبدأ من محافظة البصرة اللي شهدت حقيقة عدة تظاهرات، منها تظاهرة لعدد من الشباب العاملين ضمن 2000 فرصة عمل وظيفية في وزارة النفط التي صدرت أوامرهم الإدارية، لكن شركة نفط البصرة لحد الآن لم تعطيهم الضوء الأخضر بالمباشرة بالعمل. كذلك هناك كانت تظاهرة لخريجي معهد التدريب النفطي للإسراع بالتعيين، وكذلك قيادة عمليات البصرة أصدرت بيان يعني أوضحت بأنها شرعت بالمرحلة الثانية لتحصين حدود المحافظة، واللي شملت منفذ الشلامشة الحدودي مع جمهورية إيران الإسلامية، وأكدت أنها قامت بإغلاق كافة الطرق الفرعية بين الجانب الإيراني والجانب العراقي التي ربما تستخدم لمخالفة القانون إلى محافظة ذي قار. محتجون قاموا بقطع طريق بصرة بغداد في قضاء الرفاعي بسبب تردي الكهرباء، وإلى محافظة المثنى إخماد حريق في المجمع التجاري وسط مدينة السماوة أدى إلى خسائر مادية كبيرة، وأخيرا إلى مدينة ميسان حيث قام محتجون باقتحام مديرية كهرباء البتيرة بسبب تردي الكهرباء. نعم، هذا كل ما لدي من أخبار في مدينة البصرة ومدن الجنوب، وأعود بكم إلى استوديو الأخبار. نعم ستار منصوري مراسلنا من البصرة، شكرا جزيلا لك. وإلى محافظات الفرات الأوسط وزميلنا معتز العبودي ليطلعنا على آخر الأخبار والمستجدات في تلك المحافظات. تفضل.
نعم زميلي سمير، في البداية تحية طيبة لكم وإلى جميع المشاهدين في كل مكان. يعني المشهد في محافظات الفرات الأوسط يبدو لا يختلف كثيرا عن الجو هنا بسبب ارتفاع درجات الحرارة. نبتدئ مشهد محافظات الفرات الأوسط من محافظة بابل. هذه المحافظة شهدت عودة الاحتجاجات الشعبية، حيث أقدم محتجون على غلق مبنى محافظة بابل بحرق الإطارات وسط مدينة الحلة، مطالبين بإقالة محافظ بابل حسن منديل ومدير صحة المحافظة بسبب ما وصفوه يعني سوء وتردي الخدمات في المحافظة، وكذلك تقديم يعني عدم تقديم الخدمات العلاجية والصحية جيدة لأبناء المحافظة، وكذلك احتجاجا على تردي تجهيز الطاقة الكهربائية في المحافظة. طبعا هذه التظاهرات هي ليست الأولى، بل هي تكررت في أكثر من مرة، وطالب أهالي مدينة الحلة ومتظاهرو مدينة الحلة بإقالة محافظ بابل حسن منديل بسبب عدم تقديمه للخدمات، وأيضا طالبوا بإقالة عدد من مدراء الدوائر الخدمية الموجودة في المحافظة. أيضا قبل قليل أعلنت دائرة الصحة محافظة بابل عن الموقف الوبائي لهذا اليوم، حيث أعلنت عن إصابة أكثر من 100 حالة جديدة بوباء كورونا وتماثل أكثر من 86 حالة للشفاء في المحافظة. ننتقل إلى ثاني محافظات الفرات الأوسط، محافظة الديوانية أيضا شهدت اليوم تجدد الاحتجاجات الشعبية في بوابة مديرية توزيع الكهرباء في مدينة الديوانية. أيضا قام المحتجون بحرق إطارات وغلق بوابة هذه الدائرة احتجاجا على تردي تجهيز التيار الكهربائي لأبناء المحافظة، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث وصلت محافظة الديوانية سجلت اليوم أعلى درجات الحرارة بمعدل 49 درجة مئوية بحسب الأنواء الجوية في مدينة الديوانية. طبعا هذا دفع أبناء المحافظة للخروج وتجدد الاحتجاجات الشعبية في بوابة الدائرة، وقاموا بحرق الإطارات كما ذكرت قبل قليل، وطالبوا بإقالة مدير دائرة الكهرباء في المحافظة، وكذلك طالبوا الحكومة المركزية ووزارة الكهرباء الاتحادية بضرورة إعطاء المحافظة حصتها المقررة من الكهرباء، وإذا لم تستجب الحكومة المركزية والمحلية لمطالبهم سوف يكون هناك تصعيد شعبي آخر على في الأيام القليلة القادمة. ننتقل إلى محافظة النجف الأشرف. هذه المحافظة اليوم شهدت افتتاح مرقد السيد محمد باقر الحكيم ووضعه تحت تصرف دائرة صحة محافظة النجف، حيث تم تخصيص هذا المبنى وتحويله إلى ردهة للعزل الصحي للمصابين بوباء كورونا، حيث تم تجهيز هذا المرقد بأكثر من 250 سرير للعزل الصحي، وتم يعني وضعه بحسب إدارة المرقد تحت تصرف دائرة صحة النجف، خصوصا أن المحافظة في الأيام القليلة الماضية سجلت ارتفاعا بأعداد المصابين بوباء كورونا. أيضا النجف الأشرف أعلنت اليوم عن يعني دفن أكثر من 55 متوفيا جراء إصابته بوباء كورونا من مختلف المحافظات العراقية في مقبرة وادي السلام. طبعا هذا الرقم يضاف إلى الأرقام الكبيرة التي سجلها العراق بأعداد المتوفين بوباء كورونا. ونختتم مشهد محافظات الفرات الأوسط في مدينة كربلاء المقدسة. هذه المحافظة اليوم أعلنت عن دائرة الصحة في المحافظة عن تخصيص يعني مجموعة من الأطباء والممرضين مهمتهم هو الذهاب إلى مناطق المصابين بوباء كورونا والذين تم حجرهم منزليا بسبب اكتظاظ عدد المستشفيات ومراكز العزل في المحافظة بسبب ارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا، واضطرت دائرة الصحة إلى الذهاب إلى موضوع الحجر المنزلي لمصابين خصوصا منهم حالتهم الصحية نوعا ما مسيطر عليها ومستقرة. تم تخصيص هذه الفرق الصحية للذهاب إلى منازلهم ومعالجتهم، وكذلك الاطلاع على الواقع الصحي لهم، وأيضا أخذ الفحوصات لكي يعني يكون هناك باستمرار المتابعة لمرضى وباء كورونا في عموم محافظة كربلاء. زميلي سمير، هذا هو المشهد في محافظات الفرات الأوسط الأربعة، وهذه عودة لك زميلي إلى استديو الأخبار.
شكرا لك معتز العبودي، مراسلنا من محافظات الفرات الأوسط. وإلى محافظة الأنبار ينضم إلينا مراسلنا محمد القيسي ليطلعنا على آخر الأخبار في الأنبار وضواحيها. لك الكلمة يا محمد. نعم زملائي بالاستوديو، اليوم نتكلم عن الوضع الصحي في محافظة الأنبار. اليوم صحة الأنبار سجلت 20 حالة على مستوى المحافظة، تقسمت هذه الحالات بين الرمادي والرطبة وعانة والقائم. لحد هذه اللحظة عدد حالات الشفاء في محافظة الأنبار سجلت 12 حالة شفاء، كذلك نتكلم عن عدد حالات الوفيات في محافظة الأنبار، 2 حالات سجلت في المحافظة. اليوم كذلك تركز اللجنة المركزية للصحة الوقائية في المحافظة على التباعد الاجتماعي وعلى إجراءات الوقائية كلبس الكمامة والكفوف في عموم المحافظة. نتكلم كذلك عن الملف النازحين، هذا الملف لا يزال يسيطر على الوضع وعلى الحدث في محافظة الأنبار، كذلك عن عودة النازحين من مخيمات النازحين في العامرية ومخيمات الحبانية وبزيبز. 50 عائلة لحد هذه اللحظة عادوا إلى مناطقهم، وهم اليوم يتمتعون بصحة جيدة. كذلك الحكومة المحلية بدأت بدعم هؤلاء النازحين في المناطق التي عادوا إليها حديثا في ترميم منازلهم أو توفيرهم الاحتياجات الأساسية من غذاء وماء وكهرباء. نتكلم كذلك بصورة عامة اليوم عن موسم الحصاد لهذا العام. انتهى موسم الحصاد لمحصول الحنطة والشعير في محافظة الأنبار، وتم استلام الكميات لمخازن السايلو في محافظة الأنبار بصورة عامة، تقسمت على 4 سايلوات، في رمادي 2 وفي شرق الأنبار 1 وفي عانة 1، وانتهى الموسم الحصاد لهذا العام والاستعداد للموسم القادم لموسم الزراعة الحنطة والشعير. كل هذه الملفات يعني الصحية وكذلك ملف النازحين والمحاصيل الزراعية من محافظة الأنبار. نعم شكرا لكم. نعم شكرا.